هذا ما يحدث عندما تنزل إلى قاع البحر. أنشطة الغوص بالطبع ممتعة كما تعلمون، فهي أحد الأشياء التي يقبل عليها الكثير من الناس في مختلف دول العالم، ويوجد غواصون محترفون في الغوص ويحبونه حبا شديدا، ومنهم من يبدع في الغوص، ويوجد بعض الغواصين الذين واجهوا بعض الأشياء الممتعة وقاموا بحكايتها لنا. هيا بنا أعزائي المشاهدين نتعرف على بعض الأشياء المدهشة التي قام بها الغواصون، ولكن قبل البدء نذكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم منا كل ما هو جديد. الوقوع من الحافة. ما هو شعورك عندما تشاهد شخصاً عندما يقع من على حافة؟ بالتأكيد تشعر بالقلق والخوف عليه، فحقاً الأمر مرعب وربما يؤدي إلى الموت. ولكن إذا رأيت هذا الشخص وهو يقع من على هذه الحافة فلن تشعر بشيء من ذلك، بل ستشعر بالدهشة والعجب. أحد الغواصين والذي يدعى لانس هامس قام بتصوير نفسه وهو يقع من إحدى الحواف العالية، وقام بنشرها على حسابه الخاص بالإنستغرام. انظروا إلى حركاته وشعوره وهو يقوم بفعل ذلك، بالتأكيد أمر مدهش وجميل. الطيران أسفل الماء. من قال إن الطيران يتم في الفضاء فقط؟ أحد الأشخاص والذي يدعى بييري فرولا أكد على أن الطيران يمكن أن يكون في أي مكان وتحت الماء أيضا. قام فرولا بالطيران حقا تحت الماء بارتداء هذه البدلة المخصصة والتي تشبه الوطواط، ووفقا لموقعه الخاص فإن هذه البدلة تم تصميمها خصيصا له لتساعده على الطيران تحت الماء. هذه البدلة بهذا التصميم تجعله يستطيع التحكم في سرعته تحت الماء، وتجعله يستطيع أن يكتشف المحيط بالطير في الماء بكل سهولة ويسر. المرأة الطرزان أسفل الماء. بالتأكيد لقد رأيتم طرزان وهو يقوم بالقفز بين الأشجار، أليس كذلك؟ هذه المرأة من أصل كولومبي، استطاعت أن تفعل مثل طرزان ولكن أسفل الماء. هذه المرأة تدعى صوفيا غوميز، قامت بالفعل بعمل ذلك أسفل المياه، فهي تقفز على الأشياء الموجودة أسفل المياه وتتسلق الجبال الموجودة أسفل الماء أيضاً، وكل هذا موجود على حسابها بإنستغرام. المشي فوق الماء. حتى الآن فإن المشي فوق الماء إما يعد من الخرافات أو يكون أمراً خارقاً للعادة يصل إليه بعض الناس الذين يصلون إلى مراحل معينة في أحد العلوم الخاصة بعلوم الإنسان، ولكن الغواصين أيضاً يمكنهم فعل ذلك، وطريقة ذلك هي عمل أشياء وهمية تحت الماء. ووفقاً للديلي ميل البريطانية، هذا الفيديو قام به اثنان من الغواصين الذين يعملون على أن يدربوا الغواصين على أن يمشوا على سطح الماء. كل ما يبدو في هذا الفيديو لا يدخله أي خدع وتعديلات، كل هذا أصلي. الجاذبية تحت الماء. هيا بنا نرى هذا الفيديو معاً. هذا الغواص يقوم بعمل انعدام للجاذبية أسفل الماء، فيبدو وكأنه يسبح في الفضاء. هذا الغواص محب للماء ويحب أن يقوم بعمل أشياء خيالية، كأن يطير مثلاً أسفل الماء ويقوم بالجري أسفل الماء، وبعد ذلك يقفز ويعدم جاذبيته ليبدو كما ترون هكذا، ومع صفاء الماء يبدو وكأنه لا توجد جاذبية عنده. أعزائي المشاهدين، هذه بعض الأشياء التي يفعلها الغواصون، كلها أشياء جميلة وعجيبة حقاً، أليس كذلك؟ أي هذه المحاولات أعجبتكم؟ أخبرونا أعزائي المشاهدين بالتعليقات. شكراً لحضراتكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.